طبعا عندنا الكثير والكثير من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام اللي بتغطي قمة شرم الشيخ على الأراضي المصرية كوب 27، هذه النسخة التي ترأسها مصر وتستمر على مدار عام بجهود حثيثة على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية والتقليل من حدتها على كوكب الأرض. فريق عمل كبير للتلفزيون المصري هناك بيغطي فعاليات المؤتمر وفعالياته المختلفة من خلال القاعات والحلقات النقاشية الرئيسية في المؤتمر وأيضا ورش العمل على مدار أيام المؤتمر. إيمان منصور زميلتنا في شرم الشيخ تقول لنا الصورة الأخيرة للاستعدادات لليوم الثاني للمؤتمر، لأن النهاردة من المقرر أن هيكون في قمة للرؤساء تعقد على مدار يومين. صباح الخير يا إيمان. صباح الخير يا هبة، وصباح الخير لجومانا، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر على شاشة التلفزيون المصري. ساعات قليلة بتفصلنا عن انطلاق الافتتاح الرسمي لقمة كوب 27 بحضور واسع النطاق من أبرز قادة العالم وبرئاسة مصر، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصل إلى مصر للمشاركة أيضا في القمة في 11 من نوفمبر، ومنها سيدعو العالم إلى حالة من الحراك في هذا العقد الحاسم لاتخاذ خطوات فاعلة في كوب 27، قمة التنفيذ كما يطلق عليها، للتحرك بشكل عاجل من أجل وضع حد للتبعات السلبية للتغيرات المناخية. هذه الحالة من الحراك ربما أبرزها أعمال الأمم المتحدة التي بدأت منذ الأمس منذ انطلاق القمة بافتتاح أعمالها الإجرائية وتسلم رئاستها إلى مصر لرئاسة كوب 27 على مدار العام. ومن ضمن هذه الأعمال كان هناك تقرير لافت حول تفاصيل الارتفاع السريع في وتيرة الاحترار العالمي، والتقرير أوضح أن السنوات الثماني الأخيرة في حال ثبتت التوقعات بشأن عام 2022 ستكون أكثر حرارة من أي عام سابق لعام 2015. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أشارت في مقطع مصور بث من هنا من شرم الشيخ إلى تسارع وتيرة ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان الأنهار الجليدية والأمطار الغزيرة وموجات الحر، وبالتالي الكوارث المناخية التي تسبب أضرار في البشر وفي الممتلكات. هذه الحالة من الوعي بأهمية هذا الملف ربما تنطلق من خلال هذه التقارير العالمية التي تبث من هنا من شرم الشيخ لإطلاق تحذير وإعطاء أمل في نفس الوقت أن القادة الآن يتجهون إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذا الملف. هذه الخطوات الحاسمة ربما سيحددها بالأخص ملف التمويل، بما أنه الملف الأهم التي تحتاج وفي أشد الحاجة إليه الدول النامية والدول الأفريقية بشكل خاص، بما أنها الأكثر تضرراً من هذه التغيرات المناخية وهي تحتاج إلى هذا التمويل لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. أما مصر من جانبها فهي قامت بدورها واتخذت هذه الاستراتيجية منذ سنوات تحديدا من عام 2015. الملاحظ هبة أنه المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر هي حريصة على أنها تكون هي مواتية لهذه الحالة من التغيرات المناخية والتكيف معها. هذا ملاحظ في قطاع النقل في المشروعات القومية اللي بتقوم بها مصر، سواء في مترو الأنفاق، المونوريل، قناة السويس الجديدة، حتى الطرق والكباري لها أيضا جانب، لأنه تسريع عملية المرور يسهم في تقليل حركة الوقود. كل خطوة مهما كانت صغيرة تقوم بها الدولة وتقوم بها أي دولة في العالم هي تسهم في خطوات جدية يكون لها تأثير في الوصول للهدف الأكبر، وهو الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض
1.5 درجة مئوية. هذا الملف شديد الخطورة والوعي به مهم. وانعقاد القمة في مصر كدولة عربية وأفريقية هو ليه دور في نقل هذا الوعي إلى المنطقة العربية. مهم أيضا أنه المنطقة العربية تعي بسكانها هذه الأهمية لهذا الملف، لأنه الأمر لا يتعلق فقط بالحكومات وإنما أيضا بالقطاع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا ما اتخذت هذا النهج، فنحن نسير على الخطى الصحيحة لمواجهة أثار التغيرات المناخية. هذا الأمر ربما يعني هنا هو متواجد في شرم الشيخ بوضوح في المنطقة الخضراء، حيث ورش العمل والمقترحات لمشروعات صديقة للبيئة قامت بها مصر في إطار مبادرة التحول للأخضر. مصر كدولة مستضيفة لهذه القمة تقوم بدورها من خلال هذه النقاط، ومن ثم تقوم بإيصال رسالة إلى العالم أن الوقت حان للتنفيذ الفعلي وقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته والدول الكبرى بمسؤولياتها فيما يتعلق بملف التمويل، فيما يتعلق أيضا بالتكيف مع التغيرات المناخية. نعم إيمان، بشكرك جزيل الشكر على هذه الرؤية واللي فنتي فيها الحقيقة عدد من القضايا والملفات اللي بيتم التباحث بشأنها في قمة كوب 27 هذا العام بالرئاسة المصرية. أنا بشكرك.